السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة الصف السادس الابتدائي مع الدراسات الاجتماعية، ودرس النهاردة بعنوان الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والفنية في مصر تحت الحكم العثماني. مصر ولاية عثمانية، بنقول إن اعتمد الحكم العثماني في مصر على عنصر القوة، وده كان عشان ضمان استمرار احتلالهم لمصر. وكانت السلطة السياسية سلطة استبدادية قائمة على نظام طبقي يعطيهم حق السيادة. حالة مصر الاقتصادية في العصر العثماني. تدهورت الحالة الاقتصادية في مصر خلال الحكم العثماني بسبب نتيجة اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. فقدت مصر مركزها التجاري العالمي، ونتج عن أنظمة الحكم والإدارة العثمانية تدهور الاقتصاد المصري واضمحلال الزراعة نتيجة إتلاف الأرض وعدم خصوبتها، وأخيرا كساد التجارة وتأخر الصناعة وتراجع أسواق الاستهلاك المحلي. يعني إيه حالة مصر الاقتصادية؟ الكلام ده بيقصد بيه البنيان الاقتصادي لمصر، ويشمل الموارد الاقتصادية الطبيعية والبشرية والمالية والتي يجب أن تتلائم مع الزيادة السكانية. هنتكلم دلوقتي عن الحياة الاجتماعية في العصر العباسي في العصر العثماني. كانت الحياة الاجتماعية في مصر في زمن الحكم العثماني قائمة على النظام الطبقي، حيث يمكن ان احنا نقسم النظام دون الى طبقة الحكام وطبقة المحكومين. الطبقة الحاكمة كان بتضم الوالي وقواد الحامية والمماليك والقضاء والادارة المحلية، اما الطبقة المحكومة فكانت بتضم الفلاحون والتجار والصناع والعلماء. قامت الحياة الاجتماعية على النظام الطبقي، وكانت الفجوة واسعة بين الحاكم الاتراك والمحكومين لهم الرعية من المصريين بمختلف فئاتهم. وكانت مهمة المجتمع المصري أن يعمل ويكد لمصلحة السلطة العثمانية فقط المستبدة ومدها بأسباب الحياة والرفاهية. الفلاحين كان في الوقت ده بيقوموا بزراعة الأرض مقابل سداد ما عليها من التزامات وضرائب. واستمر نظام الطوائف الحرف في العصر العباسي التي ضم العصر العثماني التي ضمت فئات المجتمع كوحدات إنتاجية من الصناع والتجار. العلماء ورجال الدين كانوا بيتولون الدفاع عن حقوق الشعب لدى الحكام. فرضت السلطة على هذه الفئات العديد من الضرائب، وساهمت طوائف الحرف في الاحتفالات العامة بالمناسبات الدينية والأعياد زي موكب المحمل ووفاء النيل ورؤية هلال شهر رمضان والمولد النبوي الشريف. احنا قلنا موكب المحمل ده احنا في مصر هنا اللي كنا بنعمل كسوة الكعبة، فكم العمال او الفنانين المهرة المصريين لما كانوا بيخلصوا كسوة الكعبة كانوا بيعملوا لها موكب بيمشي في القاهرة والناس تتفرج على الكسوة قبل ان تذهب الى السعودية. الحياة العلمية والدينية والثقافية. تدهورت واقتصرت التعليم في الازهر على حفظ القرآن الكريم ودروس الفقه والتشريع، ولم يعد هناك اهتمام بالعلوم العقلية والرياضية والطبيعية. اقتصر بس التعليم على حفظ القرآن ودروس الفقه والتشريع، أما العلوم العقلية والرياضية والطبيعية ممنوع حد يتعلمها من أبناء المصريين. تدورت الحياة الأدبية وتوقف نشاط التأليف، وانتهى الغزو العثماني بخضوع مصر للسيطرة العثمانية والقضاء على الشخصية المصرية المستقلة وعانى المجتمع المصري. هنتكلم عن الحياة الفنية. الحياة الفنية بعد أن كانت مصر تمتلك ثروة هائلة من العمارة والفنون والآثار في مصر في عصر سلاطين المماليك، تدهورت الحياة الفنية أثناء الحكم العثماني، وده كان بسبب أن السلطان العثماني سليم الأول قام بترحيل أمهر الصناع والحرفيين إلى الأستانة. تاني حاجة الاستيلاء على الكثير من التحف الثمينة والمخطوطات النادرة. نتائج الغزو العثماني لمصر: القضاء على الشخصية المصرية المستقلة، أصبحت مصر دولة ضعيفة متخلفة. 3. لم تتميز مصر على سائر الولايات العثمانية المتخلفة. فرضوا على المجتمع المصري مظاهر الفقر والجهل والمرض، وظلت الأوضاع متدهورة في ظل الحكم العثماني ما يقرب من 280 عام حتى مجيء الحملة الفرنسية عام 1798. وكده نوصل لملخص درسنا. تعلمنا النهاردة أسباب التدهور الاقتصادي في مصر في ظل الحكم العثماني، وملامح الحياة الاجتماعية في ظل الحكم العثماني، وأسباب تدهور الحياة العلمية والفنية في مصر في ظل الحكم العثماني. نصل للواجب المنزلي. السؤال الأول: اكمل عبارات الآتية بكلمات مناسبة. 1. اعتمد الحكم العثماني على عنصر نقط لضمان استمرار احتلاله لمصر. 2. كانت الفجوة واسعة بين الحكام من الأتراك والرعية من نقط. 3. ساهمت
طوائف نقط في الاحتفالات العامة والمناسبات الدينية. 4. اقتصر التعليم في مصر وقت الحكم العثماني على نقط. 5. قام السلطان سليم الأول بترحيل الصناع المهرة إلى نقط. السؤال الثاني، اختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. ألف أو واحد، كانت سلطة الدولة العثمانية السياسية استبدادية قائمة على نظام جمهوري أم ملكي أم طبقي أم ديمقراطي. 2. كان التعليم في الأزهر يقتصر على الآتي عدا علوم القرآن الكريم، الفقه، التشريع، العلوم الرياضية. 3. ظلت الأوضاع متدهورة في ظل الحكم العثماني حتى مجيء حملة فريزر، الحملة الفرنسية، محمد علي، المماليك. 4. تولى الدفاع عن حقوق الشعب لدى الحكام، المماليك، الصناع والتجار، العلماء ورجال الدين، رجال الحمية. وبكده بنوصل لنهاية درسنا النهاردة، على أمل أن نلتقي مع درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي. مع نفهم نتعلم ببساطة.